إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. يعني من لونغو ورانغي سيدزاو لونغو متاتيو سوماو هرما صلاة جنازة، يعني هرما صلاة موفو، يعني متاتيو سوما تريني هرما صلاة موفو. ورسندران را أسومي ملونغو إن شاء الله تعالى. Aromaba yukabiru arba takabirat mtatu se mtatu orema takabirwa nne ya ta'awadhu ba'da al-ula aroma iraka ya aroma ya takabiru handa mtatu rungu a'udhu billahi minash shaitani rajim thumma yakura ufatihata al-kitabi kisha mtatu sume fatihata al-kitabi ya mtatu sume alhamdi mtatu rungu a'udhu billahi minash shaitani rajim mtatu rungu bismillahir rahmanir rahim mtatu sume alhamdulillahi rabbil alamin thumma yukabiru thani kisha mtatu arima takabiru ya vili ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كشام اي رمى تكبيره يفيد ام صلي متم صلى الله عليه وسلم فيقول مترنغو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد مترنغو هنا من يحل والافضل نزوري افضل افضل سيدي ان يتممه بقوله دمره ما لزي صلاه النبي هرنغو زنا رنغو ما كما صليت على ابراهيم وقوله إنك حميد مجيد يعني مترنقو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولا يفعل ولم تسفني كما يفعله كثير من العوام مر عليكم أنتو إن غوفني من قراءتهم أم بغوصما إن الله ملائكته يصلون على النبي يعني أوليوك أم بغوصول يمتمي أنو رنقو ما إن الله ملائكته يصلون على النبي فإنه من هكا لا تصح صلاته صلاة يمتك كيري إذا اقتصر عليه ستكم تأرونغوا إن الله ملائكته يصلون على النبي ولم تصل يمتمه ثم يكبر الثانية كشم ثم يكبر الثالثة كشم تجار ميت كبير ويرار ويدعو للميت مفاتو ليدعو الميت وللمسلمين نا وانتمي إسلام بما سنذكره ها توقع كم بانو سجا جزرون قوها لم تفاني علم بارون قوها من الحديث لما أنا زهادة سزمتمي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى ثم يقبل الرابع كشم تارم يتكبر ين ويدوم تاتو يدوا ومن أحسن هنا هرم يزدوا جماعة هرم يتكبر ين يو اللهم لا تحرمنا أجره لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله هرمز دوانجما هرمز تكبير يعني دهيو والمختار أنه يطول الدعاء في الرابعة أنا إنجيما صافي دوكا ممتع هو مبوي إزدوا هرمز ركا يعني هرمز تكبير يعني خلاف ما يعتاده أكثر الناس هو كما هو هو خلاف كما انا ندم وينغويت يعني بهرنا تكبير النيابه او شي وهر او ملزق ما حركه صوفي صلاه لحديث ابن ابي اوفى حلواني حديث ابن ابو اوفى الذي سنذكره كما تجرونه ان شاء الله تعالى الدعاء بعد الرابع جائز نمرود الدعاء هرم يرقى النيابه يجوز قال في الانصاف ظاهر كلام المصنف أنه لا يدعو بشيء بعد الرابع وهو صحيح يعني وزرنغو لتنا بام تأستوى دو أم تأتوى أم تأتوى جوا أسرنغو يدعو هرمي ركا النيوة نيتو جوا صحيح إما تجوا رنغو يدعو هرمي ركا النيوة هرمي تكبير النيوة أو تجوا أسرنغو وإنما يقف قليلا أما مطلوه ما تمتو زيامناش تكو بعدها بعد أم تهرمي تكبيره ليكبر آخر الصفوف وهذا المذهب نقله الجماعة وعنه يكفو ويدعو اختاره أبو بكر وغيره وقال في أجمع البارين هذا أثر الرأيين وعنه يخلص الدعاء لم يتفهم الدعاء رغم التكبيرة الثالثة فمنها نعم هرميز دعائكم أمتزرون وهرميز التكبير ويرارو نبان وعن أبي عبد الرحمن حدثنا عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك نادي عوف بن مالك رضي الله عنه رضي الله عنه قال أرجوه
Swalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazati, mtume aswalia janaza na aswalia mfu. Fahafidhtu min duaihi, basi hifadhi dua zahe mtume sallallahu alaihi wasallam akuzurongo asukuyu. Wa huwa yaqul, na mtume sallallahu alaihi wasallam akurongo hina mnen hagi, allahumma ghufir lahu warhamhu waafuhu waafu anhu wakrum nuzlahu wa akrim nuzlahu ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض أبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار. أرغب حتى تمنيت تومت تمان نفسي ونبورة أن أكون أنا ذلك الميت أمام الكيمة بمفو نفا متمة صلى الله عليه وسلم أن تولي وزد وعزو. رواه مسلم. أنا رجو تفسير الدعاء أنا هرمي من أنا رغم صلى يا مفو صلى هنا من أين هدين سرما تكبر هذا الله أكبر ورنغوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسمي الحمد تنبك يكوم ورنقول الله أكبر ورنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورنقول الله أكبر ورنقول بلي دعا يا ميتيل نام إسلام ورنقول اللهم اغفر له وارحمه وإن كان محسنا فزد من حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات هل فورومي تبكبر يعني الله أكبر وتولي دعا موتيل نام إسلام أو وتجوا ورومي هرمي تكبر يعني الله أكبر ورويت زهو زمان قرنغو ورنغو وزي مناشتك شو شو يكسنا تامو نعم اللهم ملانغ اغفر له مغفر لي ما يتيلي وارحمه ام سكني وعفو وعفو عنه يعني ام فتيمة دمبياه يعني ام سوامي واكرم نزله وزتوكوز يعني ام رسيفي واحد وواسي ما دخله ام بولي يعني الكبر له يعني لكي تبوف ونقه من خطاياه ام فتيمة ما دمبياه ما قوساه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس مرة لكماني نغونجو يعني يوي توا نيزنون وأبدله بدلي دارا داغو خيرا بورا من داري نيزنون داغو لاي أكان رد ننهن وأهلا نا بدلنا نا أهلي خيرا بورا من أهلي راني أهلي يشد ننهن وزوجا بدلنا متمشو خيرا بورا من زوجي رانا متمشو واحد وأدخله الجنة أمتين بفون وأعوذ من عذاب القبر ومفكش من عذاب يا قبر ومن عذاب النار من عذاب يوم القيامة حتى تمنيت تومت تمن أن أكون أنا ذلك الميت أما من كم لو مفونا فنمتم صلى الله عليه وسلم أن تلي ودوازو أن تمن بهاي مسك جلس كما بدنا كفهمت من تلي ودوازو رواه مسلم هو يعني زهر ما إزدواي كم بام إزني إن كم مرة رونغ بني إن هرما إزدواي كم بني مطو سما هرما إراكا يارارو يو هرما إزدواي كم مطو سما هرما إراكا يارارو يو كم مرة رونغ بام ولو هادس ب يو كفين دي سما مانا سؤال هما يتي يسألوا أم بيو سوشي زي كم باو دي مطو سؤال يتزاو وفو كم أكيني يعني وسما دوايو halafu dalo kama hiyo venza sio ambao watu waswalie maiti yani ndio watu wa kurubifuni wa maiti ile ndio waswalize pare wa rahate zidwa halafu wa kemakini wa some dwa nunda wala this wa mtule maiti yao ile kwa to para kama vamos sana na uzia insha Allah taala wa mtajajir kontinyes dwa za maiti mtu kama mtu asoma harma irakaya yararu insha Allah taala na zozavo nyingi unabaki na tuwavo mudunge hizi dua insha Allah taala.
سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.